في رقم 10 مع كريم رمزي. السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق في أول حوار تلفزيوني بعد تبرئته في المحاكم الدولية، حكاية 17 عاماً قضاها كرئيس للفيفا ومنصبه الجديد بالاتحاد الدولي، ورأيه في الكرة المصرية وشروط حصولها على تنظيم المونديال، ورأيه في منتخب مصر وما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول. سعيد جدا لتواجدي معكم في التلفزيون المصري في رقم 10 اليوم 12 منتصف الليل على قناة مصر الأولى.